الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع استراتيجية حل المشكلات تطبيقا على درس عالم بلادي. وقبل أن نطبق لابد أن نعرف أن خطوات حل المشكلات خمسة. أول شيء الشعور بالمشكلة. الثاني تحديد المشكلة. الثالث الثالث حل المشكلة. الثالث المسبب المشكلة. أحسنت يا أحمد. أول حاجة الشعور، ثم تحديد المشكلة، ثم سبب المشكلة، والرابع حل المشكلة، وأخيرا تطبيق حل المشكلة على مشكلات مشابهة. كمان مرة، أول شيء ثاني شيء تحديد المشكلة، ثالث شيء سبب المشكلة، رابع شيء حل المشكلة، ثم تطبيق الحل على المشكلات المشابهة. طيب خلي بالكم يا أبطال، متى شعرنا بالمشكلة في هذا الدرس عالم بلادي؟ اسمع عبد الرحمن. عندما أراد طارق أن يغير لون العلم شعرنا بمشكلة. طب ما المشكلة؟ قول. لا يمكن أن نغير العلم. ما السبب؟ لا، السبب ان احنا ما نعرف شكله ايش. لو تغير العلم لن نعرفه، لن نعرف علم المملكة. طب كيف تم الحل؟ احضر الفواز يا عم، اهدى اهدى. احضر الفواز اللي طالع صور لاعلام دول الخليج العربي، ثم قال له ان يشير الى علم المملكة العربية السعودية، ثم أشار إليه بسرعة وتم حل المشكلة. قل لي يا طلال، كيف تم الحل الذي قاله زميلك راجح؟ أتعرف لماذا جئت إليك؟ لأنك تلعب أنت وحاكم وهو يتكلم. قل لي كيف تم الحل؟ كيف تم الحل؟ ايوه، كيف تم الحل يا عبد الرحمن؟ اسمع، احضر فواز صور دول الخليج، اعلام دول الخليج، دول الخليج، بعدين طلب منه ان يشير الى العلم، بعدين طارق اشاره بسرعه، قال لو تغير لونه ما عرفته. يبقى احضر فواز اعلام دول الخليج العربي، قال له تفضل شاور على العلم، فاشار اليه فحل المشكلة. قال له لو تغير لونه كما عرفنا. تمام، يبقى المشكلة لما نلعب لن نفهم. أيوة. طيب يا محمد، لو حدثت لك مشكلة وطلب منك زميلك زياد أن تغير لون العلم، هل تغيره؟ لا. لماذا لا تغيره؟ أنا أسأله. لأني لم أعرف لون العلم. لو تغير لن نعرفه، لو تغير لن نعرفه. إذن كيف تم حل المشكلة؟ لما فواز جاب أعلام دول الخليج، بعدين قال له أشر أعلام بالسعودية، فهو أشر عليه بسرعة. بارك الله فيك. طيب يا سعد، ما سبب هذه المشكلة؟ ايوه. طيب يعني لما يتغير هل سنعرفه؟ لا. يبقى السبب انه لو تغير لن نعرفه. متى شعرنا بالمشكله؟ شعرنا بالمشكله متى شعرنا؟ ما عرفنا
غيرنا؟ لا، متى شعرنا؟ أول بداية المشكلة لما شعرنا بها متى؟ عندما قال طارق لا لا، لما لا تلون العلم باللون الأصفر؟ هنا شعر بمشكلة. والسبب؟ السبب إن لو غيرناه ما نعرف. ما نعرف لو تغير. كيف تم الحل؟ يوم هواس جاب دول الخليج. أعلام الدول؟ دول الخليج، فطلب من طارق أن يشير. يشير على علم السعودية، فأشر عليه بسرعة. لو تغير ما أعرفه. أحسنت، بارك الله فيك.